لبغيت أدله من العذب مر بيطريق جل ربي لا يشبب المنهي سبته مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نوادر شعبية. كعادتنا أعزائي المشاهدين، أقدم لكم بيتين مختارة، والبيتين التي اخترتها هي للشاعر القطري المعروف الكبير عمير بن راشد بن عفيشة الشهوان الهاجري رحمة الله عليه وأمواة المسلمين. من قصيدة من قصائده اخترت هذا البيتين: كفالله غثى بقعة بلتني بهمها، إلى فرحتني ساعة مغثرت بالي، تودد لمن لا يستحق الودودها، وقدرها على الطيب وتصليل الأنذار. كفالله غثى بقعة بلتني بهمها، إلى فرحتني ساعة مغثرت بالي، تودد لمن لا يستحق الودادها، وقدرها على الطيب وتصفي للأنباري. كما ذكرنا في حلقة ماضية، بقعة هي من أسماء الدنيا عند الشعبيين، بقعة وسلمة هي الدنيا. فعمير رحمة الله عليه يشتكي من الدنيا، والكثير من الشعراء والكثير من الناس يشتكون من حوادث الدنيا. بقعة وردت في العديد من قصائد الشعراء. يقول: إلى فرحتني ساعة مغثرت بالي، تودد لمن لا يستحق الوداد. أحيانا هو يعني الشعراء دائما يتهمون، يقولها تميل مع اللي ما فيه خير وكذا، والرجال اللي فيهم خير والطيبين تصير ضدهم، وقدرها على الطيب وتصفي للأنذار. هذا ما ورد في أبيات الشاعر عمير بن راشد بن عفيشة رحمة الله عليه. هو من الشعراء العمالقة في الشعر، وقصائدهم حكم وأمثال. نطلب له الرحمة ومعاة المسلمين، وبعدها إن شاء الله أقدم لكم لغز الحلقة. لغزنا في هذه الحلقة أقول فيه: واحد وقت اللوازم يخاويك تشله، وهو في وسط بطنه يشلك. ش واحد وقت اللوازم يخاويك، إذا بدأ لازمك جمعك تشله، وهو في وسط بطنه يشلك. لن تتكلم له ولا يحاكيك، ولن هالمهمة تتركه في محلك. اللغز هذا قديم جدا، وأعيده وإن شاء الله تفكرون فيه. ش واحد وقت اللوازم يخاويك تشله، وهو في وسط بطنه يشلك. لن تتكلم له ولا يحاكيك، ولن هالمهمة تتركه في محلك. جواب اللغز إن شاء الله سأقدمها لكم قبل نهاية الحلقة، وسنقدم لكم بعد هذا اللغز سالفة الحلقة. سالفتنا لهذه الحلقة معها أبيات. ومن العادات القديمة والواجبات صراحة أن الإنسان يجب أن يرعى والديه بكل ما يستطيع. وقدمنا العديد من القصص في هذه الدورة وهذا البرنامج. قدمنا العديد التي توصي بإكرام الضيف والخوي والصديق، والواجب الوالدين والوالدة، يعني أمك ثم أمك ثم أبيك، يعني هذا ما ورد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات صراحة كان فيه رجل بينه وبين وحدة محبة قوية على العفة وعلى نية الزواج،
واتفقوا على أنه على الزواج، وبعد ما خذلها فترة وصت عليه، قالت أنا بتزوج لكن أنا عارفة أنك تبيني أخدم والدتك، وأنا صراحة والدتك ما نبغى، لازم تحطني مكان وتخلي والدتك في مكان تحطها أنا ما أخدم والدتك. فحاول فيها، قال أنا بيني وبين المحبة ومتفقين، ما يصير أترك والدتي. قالت له هذا الجواب، تبغيني يا أنا يا والدتك. فكتب هذه الأبيات يقول: علمت من هو في الحشا مرسل لي رسالة تجعلني أصخي فرقاه، علمت من هو في الحشا مرسل لي رسالة تجعلني أصخي فرقاه، إن كان ما قصد الحبي بتغلي مقبلك يا مرسول لنته ولا إياه، إن كان ما قصد الحبي بتغلي ما أقبلك يا مرسول لنته ولا إياه، أمي لا شافت خيالي تهلي ولا القضي لا شاف غيري تحلاه، منسى سنين درها سقمت لي أركب على المتنين وأقول يا آه، الوالدين بقلبهم لي محلي معروفهم معطول الأيام منسى. يقول أنا محبتي في قلب والدي ووالدتي، ولا يمكن أني أتخلى عن والدي ولا والدتي، ولو أنك أنت يعني محبتك قوية، وسأحزن على فرقاس إذا كانت أن الرسالة هذه ما هي بتغلي أو تجربة، فأنا لا يمكن أوافق عليها وأصخي بك ولا أصخي بوالدي. هذا ما ورد في هذه الأبيات، أتمنى إن شاء الله أنها نالت إعجابكم. لقانا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين كما نوهت في الحلقة الماضية هو تكملة للقاء الذي أجريته في تنبج والغاف وصنيع بن عامر، وكما ذكرت في الحلقة الماضية هذا اللقاء أجريته في 27/5/1989 1989 شاهد اللقاء. أجينا في قرية تنبس وجنب عين تنبس، نلتقي بأخ ناصر بأخ جابر بن ناصر الحميدي. الله يحييك يا الله يحييك. إحنا طال عمرك سعداء أن إحنا نلتقي معكم ونتحدث معكم عن تنبش وعن ما يدور حولها. الله يحيي. الله يحيي. يا هلا ومرحبا. سلمك الله. هذه عين تنبش. نعم. زين العين هذه. من متى هي محفورة؟ والله ما حد لحق على حفرة. ما لحقت. ما حد لحق على حفرة. جهلية يعني من قديم. جهلية من قديم الزمان. أي. ما حد. زين شو تعرف عنها طال عمرك عن تنبش وعن العين هذه؟ بك تحدث لك. أنا من يوم خطنت عقلي. نعم. هي كانت مباشرة تلقى مرصوصة بحصى بصفاء كبير. أي. نعم. ومن اللي عمل لها الرصة ذي كذا؟ الحكومة. الحكومة. على رص بيار قطر كلها. أي. القديمة. نعم. ورصتها مجيزة بيار قطر كلها. من اللي كان طال عمرك العين ذي؟ من اللي كان يعني ينظفها؟ ينظفونها هالبلدين، هالسميسمه وهالضعايد. أي. يجونها يحطون بيارق وطبوب. نعم. وذباح. أي نعم. يجون على جالها هنا ويجيبون تنك. الأبياب يشربونها. أي. يصفون عليها سيدا. سيد منك ينزهونها ويشدون كوكبها بشراع. أي. علشان ما يظهر الماء. علشان ما يظهر الماء. وينزفونها لين يوصل ماها إلى الصبح ذيك الشرقية. أي. قوي. قوي ما يحتاج. أي. إذا خلصوا منها فكوا الكوكب، ما يمديهم يشيلون الخلق منها يطلعون إلا واصلة حدها فوق. أي. يعني لو عندك كيد تربط فيه قدح حتى ما هو تواقف. واللي فيها واللي ما يعرف يسبح ما يقدر يحول فيها. أنت حولت فيها؟ نعم حولت فيها. في العين. حولت وقصت فيها. أظهر الدلو وحولت. نعم. زين طال عمرك يذكر عليك اللي كانوا لابد أنهم يذكرون عليك البيوت اللي كانوا الجماعة اللي ساكنين هنا. والله
أنا يوم جيتها يوم سكناها ما معنا حد إلا منصور منصور سعد منصور وخرف الكعبان ونعمي بالله نعم خرف منصور وأخوه سعد الله يرحم سعد وعقب راحوا شد أول ما راح سعد وعقب قعد خلف منصور وباع الزرع وشد وراح صوب هذا أم العمد زين طال عمرك أنتوا ذا الحين ساكنين في في لكم بيوت غير ما شديتوا أنت ما شديت لا 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 ما شديت وساكنين في بيوت نعم شادين هناك علشان النزاهة وأرض نظيفة جديدة نعم وأسأل الله يطول عمرك عمر الشيخ خليفة الله يطول عمرك أمرنا ببيوت أمرنا بالكهرب والقعر نعم حن ما أحب حابين غير تنبك ما نبي قريش غيرها ما اخترناها هلا اختارها العم محمد الله يسكنه الجنة الله محمد بن عامر الله يسكنه الجنة ورايح فيه سدى نعم سكنها هو قدامنا يقولون في برج كان هنا نعم موجود هذا هو وراء القرطاسي ايه برج كان قصر يقولون انه قصر كان حصن ايه ولو قلت انه حرس على العين على العين هنا. نعم ايه قلت لي ان فيه قرطة كان ان القرط كثر في ذا المكان وهو ما كان فيه الا وحده نعم من اول ما فيه الذي ايه وفيه الثاني ذيك ايه قرطين شجرتين ما غيرها شيء هذا الشجر يسمى قرط 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 بحري نعم القرط البري مهم قرط بحري قرط وش في الحين هذه الدنيا كلها قرط حتى في الصباح الصباح الحدري صار فيه قرط الحين انتم الحين الكهرباء اللي جايكم عام نعم عام من الدوحة إلى الخور جاينا من الخور معود الاسم الحمد لله الحمد لله وعساكم إن شاء الله مستنسين الحمد لله الله نحن في نعمة عسى إن شاء الله الله يتمها مجتمعين نحن وعيالنا أيه. وربعنا أيه. واللي يحبنا بيجينا وش نبي والعيال يدرسون في الخور نعم يدرسون في الخور عساهم موفقين إن شاء الله الله يوفقنا وياكم الله كريم إن شاء الله الأعمال الصالحة الله كريم إن شاء الله بالله متوفقين إن شاء الله والعيال الكبار اللي قدهم على ما قال خالصين في الخدمة حد في العسكرية الشرطة حد في الجيش الله يوفقهم وحد في الوظائف الله يوفقهم الله يوفقهم الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله ونطلب أن الله يخلي لنا حكومتنا ويعز آمين الله يعز عليها الله يجزاك خير يا الله الله يجزاك خليهم الله يجزاك خير حنتهم نعم عامتنا ومرتاحين منهم ما في شك أعزائي المشاهدين كان لقانا مع الوالد جابر بن ناصر الحميدي تحدثنا معه عن تنبت وعن عين تنبت ونتمنى له إن شاء الله طولة العمر والتوفيق بحل الله الله يعينك المشاهدين أرحب بكم وباسمكم نرحب بالوالد عبد الله بن محمد الحميدي نستضيفه في هذه الحلقة في مدينة الصنيع وهذه
المدينة أو القرية الطيبة عرفت بأصنيع ابن عامر، وهذه التسمية معروفة عند أبناء قطر. فيسرنا في هذه الحلقة أن نتحدث مع الوالد عبد الله عن صنيع وعن تنبج وعن بعض القرى اللي مرينا عليها وحن في طريقنا إلى تنبج. الله يحييك يا أبو محمد. طال عمرك، احنا نبغى نتحدث معك كما قلت لك ونرحب بك في حلقتنا وفي هذا البرنامج عن الماضي وعن تنبج وعن الصنيع وعن بعض الأمور اللي تدور حول حول هذه القرى. نعم، احنا من يوم السويد الحين، نعم، احنا كان في الصنيع، نعم، وهي حياة الوالد، نعم، من بعد ما ضاعف قطر وراح أول أهل سميس وراح أول، أي نعم، خلنا نخل في تنبج، أي، وشدينا ونزلنا تنبج عندنا خلنا، نعم، وخلنا مدة. ويوم رجعوا أهل سميس ورجعوا ذاك توفي الوالد الله يرحمه، الله يرحمه مثل المسلمين، يعني عودنا إحنا الصناعة هني، أي، وخلنا إلى جاسم وله قال جاسم أنا حجز لكم وهذا صنعكم. نزل طال عمرك الصنيع، نعم، ونزلنا فيه، نعم، وهذا ما نزلنا من احنا من هذه المطرف الصنيع. ايه زين، طال عمرك الصنيع تذكر سنين، يعني من متى وانت فيه الوالد، حياة الوالد الله يرحمه ومات المسلمين، والله من سنين مبطي الوالد قبل موت، نعم، الحين له 17 سنة الله يرحمه ومات المسلمين، نعم، والسكف، ايه السكف عندنا حوالي 12 سنة، نعم، احنا في الصنيع هني، نعم، وقبل الله يسكف وحنا فيه فله يحل مدة يوم ظهر وحنا يوم نحن صار وحنا كانت فيه بنيان دور هنا قبل في دور لنا بس ما حد بنى غيره. ايه احنا بنينا عند الجرن هذا، نعم، الميلاسم شمال الجرن، ايه، ودورنا من جنوب الجرن. فيه عين حفورة؟ ما في عين محفورة، ما كانت فيه عين محفورة، لا، نرد مجرن، تردون مقدر، ايوه، مسوي مسح في وسط حافي على الغدير، الغدير الزم الماء خلها مقدر، اي مع صنع لا يا كان يا طرق ولا طرقين هو انترس يحفظ بالشهر وشهر ونص شهر يحفظ المطر. اي نعم. زين، في القيط طال عمرك لا قد ما به ما يعني ما به مطر محفوظ، وين تردون؟ القيط احنا ما نقيض فيه. ما تقيضون فيه؟ لا، نقيض في البلاد في الضعايم. تقيضون في الضعايم؟ أيوة. وهذا تشتون فيه؟ هذا مشتعل شتي فيه. ايه زين، طال عمرك يومكم في الضعايم، الضعايم كان فيها يعني سوق، فيها عرب وايد، ايه، في الحميدات وفي المضاحجه، ايه، وفي ناس من الجبسه، نعم، جماعه وايد. وين يعني ميرتكم وزادكم من وين تاخذونه طال عمرك؟ هذا من الدوحه. من الدوحه؟ شم البحرين. زين، طال عمرك كم تاخذون من الضعاين تروح للدوحه؟ ديون على مطايا ولا ديون على؟ على مطايا وكل شيء، واحد في عبارات. في عبارات في السفن. بحر. اي. ومن على المطايا ما ادري كم مدتها بينكم يعني وبين الدوحه. الدوحه الى صراحه الصبح من الضعاين. نعم. كان المطيه خفيفه ما عليها يأتي هناك من القايله. تسرح الصبح. قبل القايله، نعم. اي. وكان المطيه محمله. نعم. مع الظهر. مشيت من الدوحة الصبح الظهر انت في الضعايا. نعم. زين، طال عمرك نتحدث عن تنبج. لا، تنبج متى انت يعني اول من انزله ولا انزلوه قبلكم ناس؟ الله يسلمك، من اول فيه نزل في حياة حمد بن خلف. اي. وسوى فيه زرع لذلك اللي الحين حق احمد بن جاسم. نعم. ونزل فيه قبله بعد من منصور، حياة منصور بن سعد. نعم. الشعبي. أي. سوى الزرع هذا اللي في طرف الزرع. أي. محمد بن جاسم بن ينوب وابطى فيه. وثاني بعد نزل ثامر من يبر بعد يعني سبت الزيع نزلوا في ناس وايد معاكم، ثاني نزلوا المطاعم قبل نحن. أي. قبل نحن هذول كلهم قبلنا. أي. نعم. اللي غير من منصور، لحقنا عليه. أي. قاعد يعني مده. أي. ما ادري من كم سنه انتم نزلتوا، يذكر عليك كم سنه اول ما نزلتوا؟ والله ما عندي من تاريخ. لا. لكن ابطينا فيه. ابطيت. وحين طال عمرك في الخط رايحين لتنبج وحين رايحين له. نعم. على يسارنا على الخط لقينا غاف، على الغاف، هذا الغاف المعروف. اي الغاف هذا. اي ووقفنا عنده. وفيه دور. اي فيه دور. وفيه عين. ديرات اللي حق الحميدات وحق
إما تمحهم فيه في هذا في الحميدة. ما أدري من اللي حافر طال عمرك العين. والله العين أنا لا أعلم يعني عن اللي حافر، لكن سمعت سمع كذا وبالتأكيد نعم. يقول إنها أنا حافرها بن ثامر، حافر واحد من الحميدات، حافر محمد بن ثامر. أي الله يرحمه. الله يرحمه. أي وأنتوا الغاف مع تنبش متقاربة. متقاربة. إحنا نزلنا في الغاف بعد. نزلتوا في الغاف. مشيت في الغاف يوم صار في تنبش يصير أيام الشتاء صار فيه مثل واحد مشوي. إيه. البنيان اللي عند زرع الدسم اللي باعه. إيه. هذا عنده من الشمال بنيان وهذا. بنيان لكم أنتم للحميدة. إيه. شل الحين. في الغاف. الغاف. فيه دور أنا الحين شوف. لقينا فيه دور قديم. إيه فيه دور بنوها الحين بعد الحميدات كلهم بنوا فيه. إيه. طال عمرك البير ده كان فيه ماء. العين. في مال الغاف. إيه. إيه هو فيها ماء الأول يروون. قوية. إيه نعم. وتنبش كان فيه ماء. تنبش هذا عينم ذا الأول ما ح تنبش ينظرون هالخور وهال سميس وهالضعين ولا يخف ماء. يروون منها. يروون منها يشربونه حق الخشب حق النوات. حلو ماء. زين ماء حلو له يعني له دبج يعني حلو مع ذوق ما فيه ملوريه ولا ملاحة ما فيه. يعني ينشرب ويشرب ما يشربون لمن. زين طال عمرك أنت وك هذا إنكم على ما قال دائما أهل قطر اللي أهل القرى اللي حول البحر وهذا هم بدو وهم حضر يركبون البحر يركبون البحر وعندهم إبل وعندهم في القيض في البحر وفي البر كلهم ركبت الغوص أنت أي نعم الله سلم ركبته كنت أول ما ركبت غيص ولا شيء ركبته ناخذ حطيت لي محمل ناخذه كان الأول عمل نعم وركبت غيص ويا خلي نعم. حياة عامر الله يرحمه الله يرحمه ما تنسى وطشت ويا حياة الوالد الله يرحمه بعد الطواشة حبتنا الطواشة نعم الوالد كان الأول طواشة ايه أقوم مع عمي عاد حيد العنزة وقال لي لا عاد تروح عني أنا لا عاد أشوف ولا تروح نعم. عامر الله يرحمه أخوي في جيل مثلنا نروح البحر الغوص نعم وأنا قاعد عنده وأطوش في البلاد وتالي أخذت لي بعد الحمل ورحت في ذر الخشب زين طال عمرك عقب ما انتهى الغوص يوم ظهر لولا الصناعي وانتهى الغوص يعني يقولون لحق أهل قطر أو لحق الناس كثير طبعا دول الخليج كلهم لحقهم بعض الوقت ما أدري أثر فيها أهل قطر في ظنك وكيف تأثيرها أثر فيها اللي أثر لنا جدهم يهدمون نورهم اللي فوق رؤوسهم ويعملون أطمت يبيعون أطمامهم ما عندهم شم العيشة لا ما عندهم شم يكد البحر ما يامشي والبحر ضعف بعد عندهم تالي حد منهم راح الظهران وحد منهم دش في عمل القطار تالي أقوى ما يفعل الشركات أشو أول ما دشوا بالشركة يوم صار يوم حرب العالم يوم يمندوا بالشركة الثانية شوي ركب العرب ولا هو بعد كان أول بدأ تمار شوي. نعم. زين طال عمرك أنت اشتغلت في الشركة. نعم الله يسلمك. أنت اشتغلت في دخان ولا في؟ اشتغلت في دخان واشتغلت في مسعيد. وتروحون لدخان ومسعيد وتروحون فيه طال عمرك. سيارات. سيارات. الشركة. سيارات الشركة. نعم. كل. ذاك اليوم لما حنا ذاك الشركة توه فيها شطة مهمة مثل الحين. هالقطر ما عندهم. إيه. ما عندهم سيارة خابر سيارة واحدة عند محمد. حمد نور في الدوحة لينا تلاقينا في الغراف ونحول حنيها للشمال تودينا صوب الضعاين وصوب الخور. ايه تتعبون تجيكم شطة. على شكلها على شكلها. تبطون على اهلكم؟ من راس الشهر لراس الشهر. تاخذون شهر وانتم في العمل؟ اي نعم. ما تجون اهلكم الا عقب شهر؟ اي نعم. كمان الشهر لهم اوف يجون. يجون نهار الخميس والجمعة والسبت نعود على الشغل. زين طال عمرك الحين انتم في الصنيع عيالكم وين يدرسون الابتدائيه؟ الابتدائيه يشتغلون في يدرسون في الخور اي نعم والثانويه والثانويه كلهم الخور توديهم باصات ولا توديهم سيارات سياراتكم انتم؟ سيارات سلمك الله واحنا داخلين على منطقتكم نعم عسى الله يعطينا وياكم ان شاء الله السعاده في ذا المكان الطيب ان شاء الله اللي لله الحمد دولتنا ما قصرت وفرت علينا الخير وعسى الله إن شاء الله يديمه على المواطنين وعلى المسلمين إن شاء الله يهداهم نعم ماشي يعني بعض القرى لما جيناها نشوف فيها لافتة مكتوب عليها
يعني الخور مكتوب اسمه مكتوب يعني بعض القرى. والله احنا مكتوب ما هو يعني انتم طلبتوا فيها ولا ما طلبنا؟ احنا الحين محتاجين لازم نطلبه. نبي الله يسعى عقب ما سوينا المسجد نبي يسوون دار مدار الاحجار لان لا يصار الهواء ينترس الحشم الغبار وما نبي بعد طريق حق نيوتن حق عيال لبنانيين هم اللي هو عاد الاستاذ ان شاء الله ما هم قصرين. لا ما يقصرون ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. قدمت أعزائي المشاهدين في بداية الحلقة لغز، ويسعدني أن أعيد لكم وأتمنى إن شاء الله أنكم حليتوه. اللغز قلت فيه شو واحد وقت اللوازم يخاويك تشله وهو في وسط بطنه يشلك، لن تتكلم له ولا هو يحاكيك ولنها المهمة تتركه في محلك. أعيد اللغز، شو واحد وقت اللوازم يخاويك تشله وهو في وسط بطنه يشلك، لن تتكلم له ولا هو يحاكيك ولن هالمهمة تتركه في محلك. هذا جواز السفر. جواز السفر أنت تشله لكن صورتك أنت فيه، يعني أنت تشله وهو يشلك. ولكن الآن أصبحت البطاقة وما أدري كم، يمكن فيما بعد يكون الروح بدون جوازات وبدون بطاقات اعتمادا على الكمبيوتر. أتمنى أعزائي المشاهدين أن هذا اللقاء وهذا اللغز وما قدمناه في هذه الحلقة قد نال إعجابكم، لنا معكم لقاء في الحلقة القادمة. شكرا وإلى اللقاء. جعل ربي لا يشاء.